وسيم هذا وائل كفوري في اجمل اغانيه تبكي الطيور. في اقوى اغنيه اللي عملها وائل كفوري تبكي الطيور اللي فيها مجال صوتي كبير، مجال يعني من الدول الدول دول جواب، واللي خرجت عام 2003 انتاج شركه روتانا. الاغنيه هذه كانت خرجت نسخه تركيه الاولانيه عام 1999 لابراهيم تطليسيس المطرب. ابراهيم معروف اكيد المطرب التركي اللي هو اكبر من وائل الكفوري، اكبر بالتاكيد في السن. اي استنى اي كمل، يعني وائل الكفوري خرجت غنيته بعد الفنان سنين. التركي اي بعدها باربع سنين من الفنان التركي. كما قلت لك احنا الاقتباسات الفنيه والسرقات الفنيه او الاعادات، فما اللي ما يكتبش اسم الملحن على الجينيريك او على الاغنيه هذاك، وفما اللي يكتب كانها تراث تركي او تراث يوناني وهي عندها ملحن واضحه، وفما كمان كزاده اللي نجموا يكتبوا اسم الملحن على الجينيريك او على اليوتيوب خاصه توا، وهي تبدا ما عندوش ترخيص من الملحن وعنده هذاك ما يرجعش لي، نحن احنا نوريو لي كوبي والمشاهد هو ما تخافش وسيم، مش تعديت مع بيا الزردي وليت خايف. هل وائل الكفوري هو الملحن غنى الغنايه بعده قبل لا تركي ولا لا؟ لا عام 2003 وائل الكفوري غناها، وابراهيم تطليسيس غناها عام 1999 غناها الاخر قبل تركي قبل. قبل عندك النسخه؟ اكيد هم مش نشوفوها. سمعوني النسخه التركي وانتبهوا الجماعه الكل اللي هنا خلت. Hepsi birer umuttular, birer birer uyuttular. Bizi burada unuttular, gidenlere selam olsun. Bizi burada uyuttular, gidenlere gidenlere selam olsun. Acımadan sırtımızı da vuranlara selam olsun. Bravo, bravo. Asadma, asadma, asadma. أنا شخصيا تصدم. تصدمت ولا ما تصدمت؟ هي بيدها اللحن، هو بيده تبكي الطيور بالتركي. يا جلال هي بيدها، يا ما هي ولا هي بيدها، هي بيدها. حتى وائل اعطاها زاد، هي اعطاها بالروح. اسمها بالتركي سلام اولسون، يعني الناس تنجم تدخل على الانترنت يقراوا يكتبوا سلام اولسون ابراهيم تطليسيس يشوفوا التاريخ. انا الركن ذي باش نعمل لك وسيم، انت فنان برشا مشاكل حطيتك في مازق كبير. انا ما كنتش نتصور نتصور يعني البوز والضجه اللي عملها من الحلقه الاولى والثانيه، كنت في بالي بعد شهر شهرين. لا انت ما كنتش في بالك، انا قلت لك الركن ذي باش يكون عنده تاثير كبير، صح ولا لا؟ صحيح صحيح صحيح. تحيه كبيره وسيم العياشي اللي اسبوعيا اللي حضر لكم اقتباس، خلينا نزخموها اقتباس فني، اما هي راهي هزين بتاع ناس اخرين وواحد يغنيهم، هذه راه ما قالش بها ربي. على فكره سي عبد الرزاق شيرو يا اخو ما عنده لا هو مش غناه، هو عمل كلمات. تو كان ياخذ لك انت هكا يظهر لي يا غزالي ويغنيها جمال، هاي كان تاع محمد علي الاسمر. اما المشكله المشكله يبدل ياخذ اللحن هكا يظهر لك يا غزالي ويعمل فيه هكا مشينا يا حبيبي. لازم هو الكلام هو مشكورين مشكورين الكل. عبد الرزاق انا مفاجأة الجمعه الجايه، مفاجأة الجمعه الجايه نحضروا اغنيه تونسيه تهزت لبرا ولهنا. تهزت لبرا؟ خايف من المطرب التونسي ما يسالش شيء. لا لا لا